بس نسمع كلمة ملك، أول واحد بيخطر على راسنا هو الملك داود بالكتاب المقدس. كلنا بنعرف إنه بيقول عنه الكتاب حسب قلب الله. وأكتر شيء أول شيء بس فكر بالملك منفكر بالتاج الذهبي اللي بيكون حاطه على راسه. لهيك إحنا اليوم رح نكون عم نعمل تاج كتير هين بصحن كرتون مش بلاستيك. أول خطوة رح نعملها رح نجيب صحن كرتون مثل هيدا، ورح نقسم الدويرة اللي بالنص لثمان أجزاء. تيصير عنا هيدا الشكل، ورح نلونه بطريقة كتير مميزة. رح فرجيكم على بارت صغير منه كيف معقول لونه. رح أخذ قطن، أكيد أنا لبست جلوفز أو كفوف حتى ما أجوي إيدي. رح غط أو رح غطس القطن، رح أعمل هيدي الطريقة. الحلو بهيدي الطريقة إنه التاج ما رح يبين كله بيرفكت كأنه ملون، رح يكون في زياح، رح يكون في أبيض بمطرح، كأنه بيعطيك المود إنه هو حقيقي. هو منه حقيقي بس هيك بيعطي. وأكيد رح نخلص، بس نخلص رح نتركه ينشف شوي، بس أفرجيكم كيف معقول يطلع شكله. في محلات بقيت أبيض بس هيدي بتعطي جمالية أكتر. رح يطلع عندي بس ينشف، رح يصير عندي مثل هيدا الشكل. إذا لاحظنا مش كله أصفر، في محلات أفتح، في محلات أغمق، أكيد في يزيد أنا مثل دايموند أو مثل جواهر. وهلأ رح أعمله أني باستعمال الكتر رح أقص على الخطوط يلي أنا رسمتها. أكيد بدي يكون كتير منتبه. بس خلصت رح أرفع، وهيك بيكون صار عنا تاج وفينا نصب فينا أو في رفيقتنا ملك أو ملكة، ونلعب أو نمثل مسرحية إذا بدنا، أو قصة من قصص كتاب مقدس اللي بتحكي عن الملوك، منا شاول أو داود. بهيدي الطريقة صار عنا التاج. أكيد فينا نكبره إذا كملنا بالكتر لقدام، بيكبر معنا مقاس التاج. إن شاء الله تكونوا حبيتوه، وهلأ بدي أقول لكم باي.